رئيس محدثكم المستشار عبد الجبار أحمد ممثلا عن مؤسسة معارج للسلام والتنمية ومجموعة البحرين لحقوق الإنسان. إن مؤسسة معارج للسلام والتنمية ومجموعة البحرين لحقوق الإنسان ترحبان بالتزام حكومة مملكة البحرين بتقديم تقريرها الطوعي بشأن متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بمملكة البحرين. إنه من خلال متابعتنا الدقيقة لتنفيذ التوصيات مجموعة البحرين لحقوق الإنسان ترحبان بالتزام حكومة مملكة البحرين بتقديم تقريرها الطوعي بشأن متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بمملكة البحرين. إنه من خلال